الو، ايوه اسلام يا حبيبي، انا جيت المنطقه اهي بس انا مش عارف ايه. الو الو، تليفون فصل شحن، استغفر الله العظيم يا رب، هروح فين بس؟ لو سمحت. ايه في حاجه؟ لو سمحت، ما تعرفش في واحد اسمه اسلام لسه ناقل المنطقه دي جديد؟ ما تعرفش بيته فين؟ لا لا، انا لسه برضو ناقل في المنطقه دي جديد وما اعرفش اي حد هنا. طب بص، لو سمحت ما عندكش، طب بس شاحن، عشان بس اشحن التليفون دوت واتصل عليه. انت في ايه؟ اسئلتك بقت كتيره ليه؟ انت حراميه ولا ايه؟ حرام عليك يا اخي، طب ليه بس بتقول كده؟ امال يعني جاي لواحد ومش عارفه مكانه فين؟ انا جاي لاخويا وبس، عامله له مفاجاه وجيت في وقت زي دوت، والله التليفون لسه فصل مني شحن. ما توجعيش دماغي، استغفر الله العظيم يا رب. ايه الناس دي؟ لو سمحت يا عسل. بقولك يا حبيبي، ما تعرفش بيت واحد اسمه اسلام ابو محمد ناقل جديد هنا؟ لا بصراحه مش عارف، بس في واحد لسه ناقل جديد الشارع ده، لا اللي بعده. خلاص ماشي. في حاجه ولا؟ بقولك ايه، في واحد لسه ناقل جديد في المنطقه دي اسمه اسلام ابو محمد. عارف، تعالي ورايا بس. تعالي امشي معايا كده. خلاص ماشي، شكرا يا عسل. اسأليني على اي حاجه انا في المنطقه. معقول ده موديها بيته؟ ده لازم نتصرف. قربنا ولا ايه؟ البيت هو هو ده. اسلام اسلام، ده حتى الباب مفتوحه، خش تعالى اسلام. خش اسلام. اسلام يا مدام. نعم يا حبيبي. عم اسلام مستنيك هنا على اول الشارع. عم اسلام مستنيني؟ امال انت يا استاذ، انت جايبني فين؟ يلا بس واحد ساكن فوق اسمه اسلام. انا بقول لك ناقل في بيت جديد مستاكن. طب قول للطبيب مدام. اوعى خليك مكانك، والله العظيم انا هروح لدراته وخليه يجيلك يكسرك. يلا يا مدام عشان هو مستعجل. يلا حبيبي. كانت فرصه. حسب الله ونعم الوكيل. هو فين يا حبيبي؟ هو هنا بس تعال هو هنا قريب. يا حبيبي هو فين بس؟ احنا ماشيين من بدري. بسرعه كده؟ انا مش عارف، بس انا عملت كده عشان انقذك، عشان حسيت ان الراجل ده مش كويس. يا ربي يخليك يا حبيبي، انت جيت لي في الوقت المناسب، بس مش عارفه اروح فين بس دلوقتي. طب ما تيجي عندنا، احنا مش عايشين الا انا ووالدتي بس في البيت. خلاص ماشي، يا ربي يخليك. معلش هتقل عليكم، احط الموبايل ده على الشاحن واكلم اسلام يجي ياخدني. ماشي يلا. بيتكم قريب من هنا؟ الله يكرمك. تعالى اتفضلي 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 يا ماما اتفضلي. ماما اتفضلي، اصل ماما بتحب تنام بدري. تعالى اتفضلي. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. معلش يا حبيبي، شاحن بقى يا ربي يخليك. مش هجيبلك من جوه. شكرا حبيبي. تشرب ايه؟ لا يا رب يخليك، متحرمش منك يا رب. انا مش عارفه اقول انت، والله العظيم كان هيحصل لي ايه النهارده. يا رب يخليك يا رب ويحميك. هي والدتك نايمه؟ بتنام بدري. ما تقلقهاش يا حبيبي، انا التليفون حتى لو شحن شرطه واحده هتصل دلوقتي على اسلام اخويا يجي ياخدني. بسم الله الرحمن الرحيم. هو شحن اهو. ايه يا اسلام، ضغط عليا فين بس؟ ده اللي حصل لي النهارده. لما تيجي انا فين؟ طب ثواني، خدي يا حبيبي قول له انا فين. احنا جنب نادي الشباب والرياضه. جنبي على طول.
وما تقلقش برضو. شكرا. هو جاي. طب نستنى بره طيب ولا ايه؟ عادي اللي يعجبك. عشان يعرف بس. ماشي. مشوار النادي ده قريب؟ اه جنبنا. جنبكوا على طول هنا؟ يا ريت يكون الفيديو ده عجبكم، وانا بقول لكل اللي من سني لو حبيت تساعد حد لازم انت تستعين بواحد اكبر منك، عشان ما تحطش نفسك في مشكلة انت مش قدها. بس كل عايز اقوله لك ان فيا الخير مش احسن منه، واجره عند ربنا عظيم. وانا بقول لكل متابعين الكرام يا ريت تعملوا شير عشان يوصل لكل الناس. صدقني مش هتندم، ده بالك عند ربنا اجر عظيم، لان هدفي من الفيديوهات ان انشر الخير ما بين الناس. وما تنساش بقى التعليقات، لان بستنى التعليقات وبكرهها كلها، ومهما كان رايك مختلف صدقني بحترمك. ولو في عندك اي فكره ابعتها على الواتس بتاع الصفحه واحنا نعملها. سلام يا اهل الناس، الفيديو القادم ان شاء الله.